السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، التحية إلى كل مشاهدي قناة جواد بالحاج. اليوم سوف نرى درسا عن كيفية إخفاء نقطة الوصول للويفي. كما ترون أمامكم هذه واجهة تخص إعدادات روتر فودافون HG556، ولتبيان كيفية إخفاء نقطة الوصول للويفي لتفادي عدة مشاكل من القراصنة الذين يريدون الدخول إلى ويفي الناس أو غيرهم. والمشكل الذي يحدث في هذا السياق أنه تصبح الإنترنت جد ثقيلة عند مستعمل هذه الخدمة للويفي، لذلك لأن يصبح الكثير من الناس يأخذون الصبيب للإنترنت، فيصبح ثقيل الوصول إلى الكثير من الرغبات لمستعملي الويفي. لذا سوف نرى كيفية الحصول على إخفاء نقطة الوصول للويفي، وذلك بالدخول إلى إعدادات الروتور. لكل روتور نوعية الدخول إليه، كما ترون أنا أدخل 192.168.0.1، وقد رأيتم في درس سابق كيفية إعداد هذا الروتور. مهم أنهم سوف تجدون في أي روتور هناك بازيك، يعني إعدادات أولية للويفي، ويرليس أو إلى غير ذلك من الأسماء التي سوف تجدونها حسب اللغة. سوف تجدون هايد أكسس بوينت أو كاشي أو ماسكي أكسس بوينت، كما سوف تجدون في عدة روتورات. المهم أن عندما يكون هذه الخدمة منشطة، تصبح وصول إلى هذا الويفي جد صعب، ولا تستطيع التعرف على وجوده هنا. كما ترون سوف نقوم بتجربة، أنا منشط هذه الخدمة وأعمل بها بنجاح منذ مدة. كما ترون اسم الويفي لدي هو ATF. كما ترون سوف أقوم بتجربة أمامكم. هنا الهاتف يعمل بالويفي، كما ريسيرش لا يوجد أي اسم لATF كما ترون. سوف أقوم بإزالة التنشيط وإلغاء الخدمة هايد أكسس بوينت. كما ترون سايد أند أبلاي، ثم سوف أقوم بالبحث. كما ترون أنتظر ريسيرش. كما ترون سوف يقوم بإيجاد بعد قليل ريسيرش، ثم كما ترون ATF لقد ظهرت. سوف أقوم بإخفائها مرة أخرى. كما ترون الإشارة جد جيدة لأن الروتور قريب مني، ثم سوف أقوم بإخفائها مرة أخرى، ثم سيف أند أبلاي، ثم سوف أعود لأرى. كما ترون اختفى لوحدي. مثلا انا قد اخفيت واريد الدخول اليه، سوف اقوم ب اجوتي ان ريزو، ثم سوف اكتب الاسم لهذا الريزو، ثم اقوم باختيار نوع التشفير. كما ترون ان التشفير سوف تجدوه هنا، نوع التشفير كما ترون هنا ويب بي ا بي اس كا، هذا هو نوع التشفير. سنعود هنا، هنا سوف أرى نوعية التشفير WPA2PSK. سوف أقوم بالتعليم على هذا الخيار، ثم سوف أدخل الرمز هنا المود باس. كما ترون سوف أقوم بصوبي، ثم سوف أنتظر ATF. كما ترون وقد تم الاتصال بالويفي لدي بنجاح. كما ترون ATF كونكتي، تمت التجربة بنجاح.
إذا أعجبتكم هذه الفكرة أرجو أن تكون قد تطبقوها في بيوتكم حتى تتفادوا جميع القراصنة والمتطفلين على الويفيات لديكم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس. لا تنسونا بالاشتراك والإدلاء بأرائكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.